الشهيد يبقى أخوي ناصر صالح سنان، عمره 55 سنة، أب لستة أولاد وبنات، بيعمل في التجارة. كانت الإصابة في 22/5 بسبب إطلاق النار على دار سالمة ما فيها أي مشاكل. أجت رصاصة في الشباك وتفجرت في رأس الشهيد، أدت إلى يعني وجود عدد كبير جدا من الشظايا في الدماغ. تم نقله لمستشفى ابن سينا، بارك الله فيهم ما قصروا. قعد أسبوع. الإصابة نتج عنها وجود بحدود 30 شظية في الدماغ، ما كانش في مجال للعمل فيها أي إشي، وكان في كسر في الجمجمة والجبهة الأمامية. بعد أسبوع أو 10 أيام كان من المفروض واللازم أنه نعمل له عملية ترميم الجبهة والجيوب الأنفية اللي صار فيها خلل. بعد العملية صارت في مضاعفات بسبب الشظايا وهذا، وأدى أنه فات في غيبوبة بسبب تلف الدماغ بسبب الشظايا واللي صابوا. قعد في الغيبوبة بحدود 14 يوم واستشهد على الأرض.